حول هذا الموضوع معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت. أستاذ فهمي مساء الخير. مساء النور. الله يعطيك العافية. يعني أستاذ فهمي يعني بيّن هذا الاستطلاع يعني ركود مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني وفي الربع الرابع وسط تشاؤم مستمر تجاه المستقبل حقيقة هذا ما تبين. لكن يعني بينما الآن عاد الأردنيون بعد كل ما حصل من أمور تتعلق في الوباء من إغلاقات من حظر من غيره إلا أنه وعادوا لحياتهم الطبيعية فعليا إلا أنه المؤشر لم يشهد أي تطور في الرضا، ما أسباب ذلك؟ السبب في ذلك بأن الاقتصاد الأردني يمر في أزمة قبل جائحة كورونا وجاءت الجائحة لتفاقم هذه الأزمة. الأزمة هي أزمة بنيوية موجودة مظاهرها متعددة سواء من خلال ارتفاع معدلات المديونية، ارتفاع عجز موازنة الدولة، ارتفاع عجز التجاري، العجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى ذلك الجانب الاجتماعي، ارتفاع البطالة، ارتفاع معدلات الفقر، كل ذلك يعني من أسباب من مظاهر الأزمة، وبالتالي يعني ليس هناك سبب يدعو إلى التفاؤل في الاقتصاد الأردني. يعني الاقتصاد يمر في أزمة عميقة منذ 10 سنوات والاقتصاد الأردني يراوح عند حدود 2% النمو، وهذا لا يعتبر نمو لأنه أقل من معدلات النمو السكاني، وبالتالي البطالة ترتفع من سنة إلى أخرى إلى أن وصلت 19% قبل الجائحة، والآن يعني طبعا كما هو معروف وصلت إلى حوالي 25%، يقال أنها تراجعت إلى 23%، ولكن هذه النسبة أيضا مرتفعة جدا. طيب ما الإجراءات الأساسية إذن؟ ماذا يجب على الحكومة وعلى يعني الرجال الاقتصاديين أن يقوموا به حاليا؟ شوف يعني من الناحية المهنية يعني يمكن الحديث عن بعض العبارات ولكنها يعني محدودة في هذا الجانب، لأن الأزمة تفاقمت ووصلت إلى حدود عالية يعني مرتفعة جدا، وهذا التراكم يعني سنة بعد أخرى هو يصعب مهمة الخروج من الأزمة. أنا أعتقد يعني من حيث المبدأ نحتاج إلى إجراءات واسعة، وهذه الإجراءات تبدأ بإصلاح سياسي، تبدأ بتغيير النهج الاقتصادي، كل هذه المسائل تحتاج إلى إعادة نظر. لكن إذا أشرنا إلى بعض الجوانب المهنية بلا شك أنه يعني هناك أسباب مباشرة لحالة الركود الاقتصادي، ومن أبرزها ارتفاع العبء الضريبي على مدخلات الإنتاج سواء يعني ما يتعلق بالمواد الأولية أو ما يتعلق أيضا بالطاقة، الكهرباء، المحروقات، هناك ضرائب مرتفعة جدا على هذه السلع والخدمات، وبالتالي هذه تؤثر على ارتفاع المنتج الأردني، والمنتج الأردني لم يعد منافس، وبالتالي في سوق مفتوح. الأردن موقع على اتفاق التجارة العالمية، تخضع لشروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي يعني لا حماية للصناعة الوطنية، بل بالعكس يعني هناك كل التسهيلات، الانسياب السلع من خلال التسهيلات الجمركية إلى السلع الأجنبية، وبالتالي هناك منافسة غير متكافئة ما بين المنتج المحلي وبين المستورد، ولذلك كل هذا يؤدي إلى مزيد من حالة التفاقم للأزمة. ويعني هناك يعني مسألة مهمة جدا بأن الصناعة والزراعة تراجعت يعني بشكل كبير خلال السنوات، وإن كانت هي أصلا ضعيفة في الاقتصاد الأردني تحتاج إلى إعادة نظر البنية الهيكلية للاقتصاد، لكن مع ذلك هي تراجعت، وهناك العديد من المؤسسات تعرضت للإفلاس خلال الجائحة لأنها لا تحتمل، لم يعد الاقتصاد يعني قادر على تحمل أزمات من هذا القبيل لأنه اقتصاد ضعيف يعني في المبدأ. يعني برأيك أستاذ فهمي نعود للأصل، هل الموضوع هو نهج اقتصادي، هل الموضوع حل سياسي؟ يعني برأيك فقط في عجالة، كيف من الممكن أن نبدأ بأي تغييرات حقيقية حتى لا يتكرر، إن كان هذا إن كان ثقة المستهلك أو إن كان الاقتصاد، ما هو بالأخير يعود على الاقتصاد هذا كله. سيدي الكريم يعني فعلا هي القضية سياسية بالدرجة الأولى، ونهج سياسي ونهج اقتصادي سائد في البلاد لا يمكن يعني الخروج من هذه الأزمة ضمن هذا النهج السائد. نحن بحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية أولا، وهذه الإصلاحات يعني توصلنا إلى مرحلة أن يعني العودة إلى المبدأ الأساسي في الدستور الأردني، الأمة مصدر السلطات، عند ذلك يعني نصل إلى برلمان يعكس إرادة الشعب الأردني بانتخابات حرة ونزيهة، وبالتالي يقوم هذا البرلمان في وضع القوانين والأسس في مرحلة جديدة، ويضع ثقته في حكومة تكون قادرة على القيام بواجباتها بعيدا عن
كل النهج والسياسات السائدة التي أوصلت الاقتصاد إلى حافة الهاوية، ولذلك هناك بحاجة إلى تغييرات جذرية يعني. وأنا لا يعني ما بدي ندعو للتفاؤل كثيرا يعني، حتى عندما نبدأ على بداية الطريق نحتاج إلى يعني لا يقل عن 10 سنوات حتى نتخطى الأزمات التي نعيشها، ولذلك لا بد أن نبدأ حتى نصل في نهاية المطاف. إذا ظلنا عايشين إن شاء الله والله كتب لنا عمر. بشكرك جزيل الشكر أستاذ فهمي الكتوت الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا.